أبدأ عقب اللوية ذي كلها. هذه الشروبة اللي يبال على الكبج أجيبها، صارت كلها خضرة، تقدرون تاكلونها كوجبة متكاملة عشان تخف. بس طبعا احنا ما نقدر، فمسوين سويت عيش ببطنة عدل وحطيت فقاعة البيديان. شوفوا شلون، طبعا انا لازم لين، تقدرون تخففوا الماي تسوونها نثري. واللحمة ذايبة، مساهمكم العافية. هذا اللي وصى عليه الطبيب البرد. مساكم الله بالخير. ما ادري الوقت عندكم الحين صبح او ليل، احنا عندنا الساعة 2:30 بالليل تقريبا. ايه 2:30 او 2:30. ما قدرت اخلي الموضوع للصبح. الفيديو اللي وصلني وبتشوفونه الحين عن مخيمات اخواننا السوريين، موجة البرد، احنا نشوف شلون متدفين وقاعدين بفرشنا وقاعدين في اماكننا، والله ساتر علينا، اسال الله يامننا ان شاء الله من خطر ومن خوف وياكم. بس ابيكم تشوفون هالفيديو وجودوا باللي جود في انفسكم. جزاكم الله الف خير عن جمعية السلام، بنزل لكم الرابط، لا تخلونهم، اسال الله يدفيكم ويجسي عراكم سبحانه يوم الدين سبحانه رب العالمين، لان الشيء اللي شفته شيء يقطع القلب. طفل بالشتاء هد بيتي دون ذنب. احنا عائلتين كلياتنا عم ننام بقل وخيمه وحده، ما في عرضات لثلاثه، في عنا شيء ناكله، لا في شيء نتغطى فيه، احرامات ثلاث احرامات عم نتغطى فيهم من البرد، صوبه ما عم شغله، في شيء طاوله، ما في شيء طاوله. سعد الله صباحكم ومساكم، أظن عندكم مساء، عندنا الصبح اليوم ما طلعت لكم بكر لأن عندي لويا اليوم، الله يسلم، باقي يومين على الردة وأرتب أغراضي، وعندي موعد دكتور، موعدين اليوم حق الدكتور، فما راح أشوفكم وايد. بس حبيت أذكركم في لجنة التبرع مالت جمعية السلام، لا تخلون إخواننا في سوريا وفي اليمن في هالبرد اللي جاينا، عسى الله يحفظنا وياكم وياقعنا ويامننا بديارنا ويامننا على أوطاننا. خلينا يا ربي على عزنا وعلى محبه هالقلوب الاوادم اللي محبتها ناصحه حق رب العالمين، ويتبرعون حق الكل والجميع، جزاهم الله الف خير. الله يعطيكم الصحه والعافيه ويسعدكم وين ما كنتم بالعفو والعافيه والصحه والخير الوفير يا رب العالمين. والحين عاد اسمحوا لي بس برتب شويه تقريضاتي، يعني ان صار عندي وقت بالليل طبخت لنا طبخه على ما اسم المقسوم، وان صار ما عندي وقت اليوم اعذروني لان وايد عندي مواعيد برا. هذه إنتاج من البارحة اللي سويته، يظل مسكر بس أنا غلط غلطة، شنو إني حطيت فيهم كلهم شمندر فصار كلهم نفس اللون، لازم أعزلهم شوية، بس يلا كلهم صار فيهم شمندر، أنا أحب الشمندر واللي وياي كلهم يحبونه، فكان له مشار مشكل، طماط تحت وقرنبيط ويزر وشلقام وخيار وكل خيرات الله، ثوم يبى الآخر شيء بالقاعة اللي لقينا عندنا، فرتبنا. وهذا الزيتون كبست للراشة مسويتهم، فصار هذا الركم على الأجار. وسهمكم العافية، ولا تطيح عندكم طايح أي خضرة أي شيء أي هذا، فاكهة تزيد سووها مربى، خضرة تزيد سووها أجار، سووها مخلل، هذا الواحد يحط دينه في الشيء ويطلع الحمد لله شيء يستفيد منه هو ربعه. عسى الله يعطيكم الصحة والعافية أجمعين، عساكم سالمين. هني طبعا كان طشرة، طلعت اللي ما أبي حطيته البلكونة، هذا راح ينقطون نوديهم ريسايكل، ثنتي المراوح ما يشتغلون التك. وهذا بيتي توني بخرت بخور ورششت الرشوش، فتصير شقتنا مميزة غير الشقة الخباجية اللي يمر يعرف ان هذه شقة عرب، ريحتها دائما اول كنا نضحك كل ما ندش اقول انا ريحتكم شنو شقق لندن، بخور وطيب ويا طبخ ريحة الهيل والقهوة والزعفران وريحة المجبوس كلها بعتها بسيمي. الله يسعد أيامكم يا ربي جميع ويحفظنا وياكم من كل مكروه ويا منا بديارنا، وإن شاء الله الرد يقول اذكر بلادك يا غريب. مسؤولية هي أننا كل ما أسحبها ترد
تنشفس. ايوه يبي لها شيء تحتها يثبتها. ويلا لين الصيفيه ان شاء الله نرد نرتب باقي غريضاتنا. طبعا وايد ناس يدشون يقولوا هذا منين شارينهم؟ هذا يبو مو شارينهم، هذا القبال قبل ما نروح المطعم اللي هو كابتن كيد نروح نشتري القباقب، هذا اللي يسمونه سبايدر كراب. فانا اخذ الراس ويا انا اشفه غسله واحطه ويبس. كان عندي عد حسافه اكبر واحد اللي تحت انكسر فطلعته برا، ومال اخر واحد اللي جديد اللي الحين حاطين شف برا ما دخلته وياهم. مستغربين يقول هذا الالينز، قلت والله شبههم كأنهم الينز اللي ينزلون من الكواكب. طماط ما زرعته بيزرع وقالوا لي انه صايبته كورونا فهو اللي خليته لين ارد هني بوقتهم ينزرع في اي وقت الطماطم مشكله. اليوم غدانا او عشانا بسرعه لاني جيت من الدكتور وعندي موعد ثاني بعد شوي. فيت انا كنت مذهب الاغراض كلها. هذا لحم مفروم العاده، لحم مفروم بس الحمسه مالته ما فيها بهارنا مال الكويت، ما فيها دارسين وهيل ومسمار، فيها بهار الكيجن. بهار الكيجن واستخدمت البلاك بينز مع اللحم المفروم وشويه ملح وليمون. وحق التتبيله نفس الشيء، تبلت الدياي بهار الكيجن والماسترد وخلطته مع بعض كله مع عصير برتقاله وعصير ليمونه وزنجبيل وثوم. بهرته كله سويتها المارينيتد وذهبت الصينيه ابد داخله بالفرن ينشوي. صينيه عندي بطاطا حلوه بطاطا عاديه، شرحتين برتقال، لومي اخضر من الحديقه، بحط الدياي الحين فوق عقب ما تبلها، بس بحط عليها شويه صبغ الزعفران على الوي مع اللي باقي من التتبيله. التتبيله هي ماسترد، بهار الكيجن، عصير برتقال، عصير ليمون، مع اضافه حق هذا اذا عندكم براون شوجر، ما عندكم شكر عادي، ما عندكم قفشه عسل بس عشان يعطي الحلاوه يعادل الحلاوه والحموضه فيه. وسلامه عمركم. اللي يحب طبعا فلفل حار، انا ما اقدر احط ربعي ما ياكلون، حط الفلفل الحار بروحه. واللي تقدرون تضيفوا لي فلفل حار لان الكيجن فيه حروره بس مو وايده، خفيفه. وسلامة عمركم. الحين بحشيها وبحطها هني وبدزها بالفرن، اول مغطيه اول ساعه الا ربع، بعدين اكشف عليها تاخذ لها ساعه ونص بالفرن. شوفوها الحين حطيت عليها بس شويه من صبغه الزعفران هذا الاحمر وصبغ الاكل اللي عندكم، واذا ما في مشكله بس انا عندي موجود دهنتها شويه برشتها واللي زاد من التتبيله صبيته فوقها. ما فيها اي شيء يذكر. الحين بدش الفرن بس تغطى اول ساعه بعدين اكشف عليها.